لاعبي منكم بأنه متلاعب والكاذب منكم بأنه كاذب ولن نرحم أحدا. طيب على طاري نواف بن عياش ذكر اليوم أثناء مسيرة وقت البرنامج أن الجوال كان معه من وقت أفتار التصفيات أنه دخل به واعترف بهذا الشيء. طبعا في جهة راح تكون تبين لهم العقوبات وتأخذ وتعطي معهم. حنا علينا أن هالشيء ظهر صح، هم بإمكانهم تنفيذ العقوبات الظاهرة. هذا يعني يدل أن بعد الليدر سعد السبيعي إن شاء الله أنه ظهر من دائرة الاتهام الكاملة، وإذا هو موجود أو وده الداخل أو وده بأي شيء حنا مرحبين. دائما فقرة النقد ترحب بكل شيء. الله يذكرك الشهادة، خليت الحين أرسل مسعود يجهز مساحة لن يحس منه. إيه مسعود، مسعود سعيد فريق مسعود. أشوف مقطع بس نواف بن عياش قبل كل شيء، أعطونا مقطع. أبو سالم جهز لك مساحة اليوم بعد الفجر سولف. يوم فهد معيان يقول انك انت قايل ماسح لي وجهك وقايل ما معي جوال، انا فعلا والله العظيم ذاك اليوم ما معي والله ما علينا من الكلام ده يا نواف، وجهك قالن عندنا. خليني اتكلم، خليني اتكلم. انا والله اني مدخل الجوال ايام فتاة. شكروني. طيب شكرا. طبعا هذا كان كلام نواف بن عياش انه دخل الجوال من وقت التصفيات وكان يمديه من البارح يقولها وتبين القصه. اليوم ابو غناص عادها يا اخي، سعد سبيعي صعدها يا أخي، كان نايم وشاف الجوال يا أخي صعدها، واتصالات علي واتصالات على سعود واتصالات على عزيز محمد علم يدقون عليه ناس وأنت ما أنا. يا أخي إيش أسوي بك إذا أنت رجل مفرط وهربت جوال المتسابق؟ يا أخي خلطك يا أخي، يداك أوكت وفوك نفخ، لماذا تفتح مساحة وتقول هذولا ما يهموني بعدين تزعل؟ كيف حد إحنا يا ما نهمك ولا يهمك قولنا، يا أنا همك وتزعل يعني ما تزعل. أي وي واحدة منها وسط ما في يدخل مع عزيز في ما ادري ايش يسوي بالتضار. يا ولد درجه ضياعه ان امس يوم انه فتح سبيس دخل عليه سلطان قبل لا يدخل، انا كنت اسمع وش كان يقول. كان يقول هل تعلمون جايبك ببلعجه، هل تعلمون ان بعض المقدمين يستغلون جهل المتسابقين ليظهرون بشو؟ قال كذا وانا طالع صدمت. اخذ شوي قالها سعد هالكلام، قالها سعد. جاء سلطان شوي، سلطان قاعد يرد عليه ويسولف، قال سلطان لا تشدها يعني معليش التفاعل قل عندي فلازم اقول الكلام. طلع يفضح نفسه المسكين، طلع يسولف عن نفسه. هو 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 المقدم اللي يحاول يجيب متسابق جاهل يضحك عليه يسوي شو؟ طلعه وقالها بلسان، متخيل؟ شوف هذه النظايه هذا هذا بدل ما تجي وتجلس مع متسابق وتتقدم اعتذار للجمهور، تقدم اعتذار للاداره للبرنامج اللي انت ليدر فيه، تقوم تهاوشنا احنا يوم حنطلع الحقيقه يحسبنا ما بعدين اعترف ان هذا الشيء خطا وما يضر. الان المفروض يعطينا دبل راتب. سمى ابو سالم هو المفروض يعتذر محمد ويتاسف. الاعتذار لنا وتاسف من نفسه الاختيارات الامانه. برضو انا اشوف انهم دبلوا رواتبنا. انا بقول السبب فهد سبب لان عندنا فقره الساعه 12 وفقره بعد الفجر الساعه 6. انا اليوم انت مقدم في سبيس ومقدم هنا جالس اخذ معه واعطي والله العظيم انا بس طول اليوم امشي في الطريق اشوف سعد ولا يقول هلا باجي اليوم باجي اليوم قولوني. لا بقول شيء، احنا ترى عندنا المهنيه هنا عاليه. اي شخص يطلب المداخله او يشوف ان الوضع يحتاج مداخلته احنا مرحبين فيه. موجود هنا غرفة التواصل، بإمكان الليدر أن يدخل إلى غرفة التواصل ونتواصل معنا ونبين وجهة نظره وبكل شيء. احنا تأكدنا أو تكلمنا عن دلائل موجودة وحديث موجود أن أمس نواف قال لا ما دخلت من بداية البرنامج، بعدين بدأ النقاش معه علشان تبين الحقيقة. وشكرا بعد لنواف على ذكره واعترافه. شكرا للمتسابقين. شكرا دقيقة شكرا توزع شكرا انت يا اخي انا احب معك باقي شكرا توزع شكرا 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 لابو سمره شكرا لناصر شكرا لا بقول شيء بقول شيء يا اخي دقيقة شكرا على نواف الاعتراف شكرا انه بين بين الحقيقة. ايش الحقيقة؟ انه تهرب من ايام افتار والمذيع لا يسال يا فهد معي. لا 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 يا اخي انا ناقشك ما تقمع عارانا يا اخي برضه صح والله العظيم يا اخي. طيب يا اخي صل على النبي، ليش ما قال امس؟ ليش قال امس والله انه معي بعد ما دخلت؟ يوم يوم حسيت بوضع سعد سبيعي وقام سعد سبيعي فتح حسيت بوضع سعد انا. قال انه والله من ايام فتر تبيع البيض على سلاقينه ايام فتر كنت افتش كنا. طيب على طاري سمع عزيز بسيطه. طيب دراس امس انا جيت عند المتسابقين بعد الفقر بعد البث وجلسنا وقاعد يسولف انت هنا وفي شلون صدت الجوال؟ قلت قالها ابو دعيله تبي تصيد مجرم جيب لك مجرم سابق. فقعدنا نسولف قال تدري اني جايبه من ايام افاتار وجايب لي جوالين قلت ها؟ قال جايب لي جوالين
بس ترى طلعت واحد ها. قال لا يقول كلمك انت قال كذا يعني زل قال جايب جوالي يا شوف انا بقول شيء يا رب في موضوع اشوف عند المتسابقين يا عزيز انه يجي ويقابل شخص من الاداره او المقدمين يقول ترى معي جوال يعني ترى ما هو نظام اي ترى ما هو نظام ترى هذا شيء خطا وهذا اللي خلينا نطرح المتسابق لازم له عقوبه بعد هذه ترى انا معي جوال اتعداكم تصيدوا هذه عقوبه ترى في النظام يا اخي انك تحادث شخص من الاداره النظام يقول ان الاعتراف سيد سيد يعني اذا اعترف بوجود الجوال معه اوثق من الدليل اللي معك على طول تطبق العقوبه يا فهد تطبق العقوبه فيه مباشره ان مخالفه الجوال مخالفه الجوال نقدر نرفعها للجهه اللي تطبق العقوبات ان جان جيب لي جوال جيب لي جوال ولا والله العظيم بس معليش تعديل على اللائحه هذه في حال انه قال معي جوال وتحداك تطلعه اذا جاب جواله تطبق عقوبه الجوال ما جاب تدبل عقوبه الجوال المفترض حتى لو في جوال المفروض تدبل لانه جاي يقوله طيب الشيء الثاني على طاري الشكر في كان في جلسات جميله